الله وبركاته. أنا الآن خارج من مدرسة البشرة الثانوية بمكة. صراحة سمعت قصة أثرت فيها هذه القصة. خلوكم معايا تسمعون معايا هذه القصة، لأنها والله مؤثرة وعبرة لمن اعتبر. إيش القصة؟ أمس حصل حادث عندنا في مكة ومات الشاب اللي فيها. جاتني رسائل كثير في الواس من شباب بعرفهم بيقولوا لي يا شيخ عبد الرحمن ادعي لفلان صار له حادث ومات. ايش الشيء العجيب؟ انا الان لما لقيت في هذه المدرسة محاضرة اخبرني الوكيل انه هذا الشاب اللي مات في هذه المدرسة، والشيء الغريب قبل الصرفة هذا الشاب قال للوكيل ترى انا مسافر ويمكن معاد ارجع لكم مرة ثانية. خرج الشاب وصار له حادث ومات وانتقل من الدنيا إلى الآخرة. والله إنها عبرة لمن اعتبر. الموت يأتي بغتة ويأتي فجأة. هل أنا وأنت مستعدين إلى لحظة الموت؟ هل الله راضي علينا وراضي عن أعمالنا أو لا؟ اليوم كلكم سمعتوا القصة، الشاب اللي مات ذكرته في الظهر. كاس تواصلوا معايا يعرفون هذا الشاب. الآن أنا متقابل مع عز خويانه وأصحابه وعنده طلب أتمنى تسمعونه. أي أحد يعرف هذا الشاب اسمه طلب خوية. اسمعوا شو أقول لكم. الطلب من زمان أنتم عارفين أنه نايب توفى، الناس كلهم شافوا مقاطعه وكل شيء. الله يرحمه. واللي يقدر يسوي الخير لا يقصر معه هو في قبره. الله أكبر. اللي يقدر يقدم شيء نايف في قبره لا يبخل. برادة موية، صدقة جارية، مال للفقراء والمساكين. اليوم من تتذكر الميت بكرة يجي من يتذكرك ويجعل لك صدقات تنفعك في قبرك، فلا تبخل. الله يرحمه يا رب. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.